يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس مائل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على الأنحاء كافة. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 26، الصغرى 19، الإسكندرية 26-19، مطروح 23-18، بورسعيد 25-21، الإسماعيلية 28-16، أما في السويس 28-17، العريش 25-16، طابة 24-19، شرم الشيخ 29-21، والغردقة 28-20. الأقصر العظمى فيها 30، الصغرى 17، أسوان 30-18، الوادي الجديد 29-16، حلايب 27-22، وأخيرا شلاتين 29-20. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.